خليني بس كابتن عشان وقتنا بينتهي، عايز اسالك سؤالين. فكره عدم وجودك في الجهاز الفني للنادي الاهلي وفكره المدرب الاجنبي لحراسه المرمى، هل برضو رايك ايه فيها؟ يعني فكره ان انا يبقى في حارس مدرب حراس مرمى اجنبي وبالاخص في النادي الاهلي. بص، هو طبعا دي اول مره تحصل في تاريخ النادي الاهلي ان يبقى موجود مدرب ويجيب معاه مدرب حراس مرمى انت اجنبي كنت مرشح يا كابتن تبقى متواجد في النادي ولا في الجهاز ده قبل ما هو انا طبيعي يعني، انا يعني امشي ليه يعني؟ هو انك السؤال تكمل. مش انا مترشح ان ابقى موجود، وانا لما رجعت اصلا انا رجعت ليه؟ انا رجعت عشان كان في بعض الامور اللي ما كانتش متظبطه، يعني كان في امور في الفرقه وفي حراس المرمى مش متظبطه، فبالتالي انا لما الجهاز مشي انا رجعت، ولما رجعت تعبت قوي لحد ما وصلنا تاني البدايه تك 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 لحد ما شلناه وربنا كرمه وفنش قبل ما يروح مع معسكر المنتخب اللي هو لعب في بطوله افريقيا. اخر 5 ماتشات شناوي عاملهم افضل ما يكون، افضل 5 ماتشات في النادي افضل ما يكون، وعشان كده راح لعب بطوله افريقيا. فاحنا تعبنا، وشريف اكرامي لما لعب اكتر من 8 ماتشات معايا انا. علي لطفي لعب، علي لطفي انا بقول لك، علي لطفي في الجوله 5 في بطوله افريقيا واخد افضل حارس في الجوله. نزل مكان الشناوي مباراه فيتا كلاب اللي كانت هناك، نزل بعد بالظبط تلت ساعه او ربع ساعه خد افضل حارس مرمى في الجوله 5. وعلي لطفي شارك في مباراه المصري، فالحمد لله عملنا انت شغل بتتكلم كتير. انت فالطبيعي كمل. الطبيعي ان انا لما يجي جهاز يتغير، انا هو الجهاز يتغير ليه؟ عشان جه مدرب حراس مرمى، جه مدرب اجنبي وقال لك انا جايب معايا جهازي. يعني الطبيعي انا ما مشيتش مثلا عشان جه مدرب، يعني ما مشونيش مثلا وجابوا مدرب جه مصري. مدرب مصر صح. مدرب مصري كانت تبقى غريبه جدا. يعني انا بصراحه كنت وقتها ما كنتش هبقى فاهمها يعني. انما لما يجي جهاز فني اجنبي والراجل جايب معاه جهازه مقبول يعني، ما انت وقتها كمجلس طب اداره. كتجربه زي كده كابتن بتقيمها ازاي؟ ما دام انت ارتضيت ان ما فيش مشكله خلاص، لان ما دام مدرب حراس مرمى اجنبي. في النهايه بص يا فاروق، انت في النهايه بيحصل تقييم. التقييم مش هيحصل في شهر واثنين وثلاثه، التقييم بيبقى محتاج مرحله كبيره ووقت كبير. كجهاز كامل بقى مش كحراس مرمى؟ طبعا انا بتكلم بقى على حاجه يعني، على عشان حراسة بتسال المرمى. يعني بالنسبه لمدرب حراس المرمى، فهو في النهايه هي في النهايه انت عندك مدرب حراس مرمى كتير جدا في النادي الاهلي، عامله تاريخ كبير وعامله شغل كويس، فطبيعي ان انت الفتره اللي جايه الراجل بيتقيم. طيب.